برحب بيك يا كريم في برنامج السادسة. اهلا بيك يا ساره، واهلا بكل مشاهدي قناه بنت. في يا كريم غضب على السوشيال ميديا، في غضب من الجمهور المصري من الأداء اللي ظهر بيه المنتخب المصري، برغم طبعا انه فوز مهم جدا وكنا محتاجينه جدا وثلاث نقط مهمة، ولكن يعني رأيك ليه ظهرت كتيبة كابتن حسام البدري بالشكل ده في مباراة امبارح؟ اوكي، في البدايه عايزين نفرق ما بين امرين، ما بين المدير الفني للنادي والمدير الفني للمنتخب. المدير الفني للنادي عنده المساحه وعنده القدره انه يغير من اسلوب اللاعبين ويحدد لهم الشورت تيرم بلان او يعني خطه قصيره الامد والخطه طويله الامد، ويظبط الفتنس بتاعت اللعيبه ويحط خطه الاحمال، كل ده اللعيبه تحت ايده يوميا. انما المدير الفني للمنتخب ما بيشوفش السكواد او القايمه بتاعته غير مره كل 3 أو 4 شهور. اذا ضفنا يا ساره الظروف الاستثنائيه اللي حصلت في سنه كورونا، هنقول ان المنتخب ده ما اتجمعش لمده سنه كامله. طيب ايه المشكله اللي حاصله ومخليه الناس على السوشيال ميديا والجمهور اللي تابع المباراه امبارح متضايق؟ ان المنتخب تحت قياده الكابتن حسام البدري خلال 5 مباريات، 2 وديتين و3 رسميين، بيقدم نفس الاداء العشوائي. بمعنى ايه؟ اللعيبه هي اللي بتلعب، مفيش خطه مدروسه، مفيش جمل متدربين عليها، مفيش اسلوب معين احنا شايفين ان الفريق بيندهجه، ولكن بنلعب بقدرات اللعيبه الفرديه، خصوصا ان احنا بنتكلم على واحده من اقوى قوائم منتخب مصر في اخر 10 سنوات. ولكن يا كريم لو بنتكلم على الجزء الاولاني، ان اللعيبه بقالها كتير ما اتجمعتش وبقالهم سنه ما لعبوش مع بعض، في ناس هتقول لك بس ده بيحصل في كل دول العالم، مش شايفين معسكرات طويله الا وقت كاس العالم، يعني ده بيحصل في كل دول العالم وكل المنتخبات، وبنلاقي اللعيبه في بينها انسجام، بيبقى في تكتيك واضح من المدرب، مش بيبقى الاعتماد على مجهودات فرديه زي ما انت ما بتقول. شوفي، الكابتن حسام البدري له جمله شهيره كنا بنسمعها كتير ايام ما كان مدير فني النادي الاهلي، وهي جمله اللعيبه محتاجه وقت عشان خاطر الانسجام، واللاعب الكويس محتاج وقت عشان الطاقه الانفجاريه جواه تطلع. اوكي، ده كلام لوجيك وكلام منطقي يتقال من مدير فني لنادي، ما ينفعش يتقال من لمدير فني المنتخب. وهديك مثال ليه؟ عشان الاجنده اصلا الدوليه اللي فيفا محددها ما بتخليش المنتخب ياخد اللعيبه من الانديه الرسمي غير قبل المباراه ب 72 ساعه بالظبط، 3 ايام. وبالتالي اي حد هيتكلم على موضوع الانسجام او ان اللعيبه محتاجه وقت عشان تفهم بعض، ده كلام ليس له محل من الاعراب لما بنتكلم على منتخبات. ده اللي انا بدات بيه الانترفيو مع حضرتك. لازم نفرق واحنا بنقيم اللعيبه، انت ما بتقيمش لعيب في نادي، انت بتقيم لاعب في منتخب. فلازم المدير الفني يبقى عنده العقليه انه يبقى فاهم ازاي يتعامل مع صفوه اللعيبه اللي هو بيختاره. طب يا ساره، احنا ما بنتكلمش على منتخب مصر في كلاس اي وسي وبي واي، لا، ده منتخب. يعني ايه؟ انت كل اللي بختارهم ايه؟ في فئه صغيره ممكن تبقى بي شويه، لما النادي عندك قائمه من 30 لعيب، ساعات بتختار 15 لاعب نجم ومعاك 10 متوسطين ومعاك 5 ناشئين بتطورهم، فهنا عندك مساحه يبقى في تدرج في المستوى. انما في المنتخب لا، ال 23 لاعب اللي انت اخترتهم كلهم نجوم، فالاختيارات انت اللي بتشيل مسؤوليتها، وطريقه اللعب انت اللي بتشيل مسؤوليتها، والتكتيك داخل الملعب انت اللي شايل المسؤوليه. طب انت ازاي شفت المباراه فنيا؟ شفت ازاي الفوز الصعب لمنتخب مصر على ارضه قدام مباراه قدام منتخب توجو؟ شوفي ببساطة، أو ألف بيت تحليل أداء المدير الفني، بنحاسبه على حاجتين، بنحاسبه على الفورميشن اللي اختارها طريقة اللعب، وبنحاسبه على التكتيك. وطريقة اللعب حاجة والتكتيك حاجة. امبارح كابتن حسام البدري لعب بالطريقة المعتادة بتاعته وهي 4-2-3-1، المعتادة اللي بنشوفها دايما من الكابتن حسام البدري حتى لما كان مع النادي الأهلي من أول ولاية له سنة 2009 ولغاية دلوقتي بيلعب بيها، ما بيغيرهاش. طيب الطريقه دي يا ساره لما بنعمل اي فريق يلعب بيها، ما ينفعش خالص ان احنا نعتمد بكثره على الكروسات او الكرات العرضيه. بمعنى ايه؟ ما ينفعش النهارده اكون بلعب بمهاجم صريح وحيد واقعد كل شويه ارمي له كروسات وهو بيلعب مع قدام دفاع منتخب توجو الاثنين المساكين فوق 190 سنتي. الهاف ديفندر لما كان بيرجع في الكرات العرضيه ويكون معاهم لاعب ثالث كان طوله فوق ال 187 سنتي. مين مهاجمنا امبارح؟ مصطفى محمد. مصطفى محمد طبعا لعيب عنده الجامب عالي جدا جدا، لكن لما احطه في اختبارات كتيره 1 قصاد 3
صعب جدا ياخد كل الكرات. بعد ربع ساعه شفنا ان تريزيجيه اللاعب الوينجر الممتاز جدا في استون فيلا الانجليزي بينضم جنب مصطفى محمد عشان يلعب معاه مهاجم تاني، ده امر غير منطقي. وبالتالي 45 دقيقه الاولى اللي احنا شفناها ما نتكش عنها اسلوب اللي لعبنا بيه غير فرصه وحيده، كره عرضيه من زيزو قابلها مصطفى محمد بالهاد في العرض، دي الفرصه الوحيده لمنتخب مصر اللي المفروض كان بيلاعب منتخب متزايد القلب. تحليلا او طولك ده هنلاقي ان الكابتن حسام بدري اختار خطه لعب واختار تكتيك، الاثنين ما بيناسبوش بعض وعشان كده طلع الاداء شكله. طب شايف يا كريم ان غياب محمد صلاح عن صفوف المنتخب اثر بشكل كبير على شكل ومستوى الفريق ككل، ولا الفكره مش في غياب صلاح؟ شوفي محمد صلاح لما يغيب عن اي حد اكيد بيأثر. محمد صلاح زي ميسي زي كريستيانو رونالدو زي نيمار، احنا بنتكلم على لعيب كلاس ايه مش في مصر، لا بنتكلم على لعيب كلاس ايه في العالم، في العالم كله. كله. ولكن ما اقدرش اقول لك ان النهارده منتخب مصر كان محتاج محمد صلاح عشان يكسب توجو، ده امر طبعا مستحيل، وكمان اعتقد عيب انه يتقال في حق بقيه اللعيبه الموجوده. احنا معانا قايمه قويه جدا، احنا بنتكلم على قايمه فيها فرقتين وصلوا دوري نهائي دوري ابطال افريقيا هيتلعب يوم 27 نوفمبر، بتكلم لعيبه الاهلي لعيبه نادي الزمالك وكمان لعيبه نادي بيراميدز اللي وصلوا الفاينل كونفدراليه بيلعبوا فريق توجو. امال يا جماعه احنا في تصفيات المونديال لما هنلاعب الجابون وهنلاعب انجولا هنعمل ايه؟ هنتكلم ازاي؟ لازم نعرف ان احنا في مجموعه سهله جدا، مجموعه عيب ان يكون فيها اصلا اي مساحه للتنافس، احنا المفروض منتخب كبير والمفروض طبعا ما عندناش حتى مشكله في التصفيات دي يا ساره. ليه؟ في الاخر هيتاخد منتخبين الاول والثاني، ما بالك بقى لما نروح تصفيات المونديال في دور المجموعات هيتاهل منتخب وحيد فقط، فبالتالي ما اقدرش اقول ان محمد صلاح غيابه امبارح هو اللي خلانا نظهر بالشكل السيء. طب ممكن نقول ان الاجهاد وضغط المباريات كان عامل مثلا رئيسي في الظهور، او مش رئيسي، عامل من العوامل في الظهور المتواضع للمنتخب في مباراه توجو امبارح؟ ما نقدرش نقول كده. ليه؟ لان منتخب مصر كان بيجري لغايه الدقيقه 90 وكان لنا فرص. الفكره ان امبارح اللعيبه كانت معتمده على مهاراتها الفرديه، خلي بالك يا ساره احنا بنتكلم لعيبه منتخب مصر دول لعيبه كبيره، لعيبه تقيله. وهدي مثال بسيط جدا، ماتش نادي الزمالك ونادي الرجاء اللي كان ماتش العوده سيمي الفاينل دوري افريقيا، كان في تباين في اداء نادي الزمالك ما بين الشوطين، ما بين الشوط الاول وما بين الشوط الثاني. الشوط الاول وصلت نادي الزمالك ظهر بالشكل السيء ده عشان الفريق كان بينفذ تعليمات المدير الفني، العب زون ديفنس واطلع للهجمه المرتده. الشوط الثاني الزمالك اول ما دخل فيه جول اللعيبه لوحدها فهمت ان هم في خطر، بداوا يعملوا ايه؟ بداوا يتصرفوا بشكل فردي، بداوا يطلعوا مهاراتهم. فرجاني ساسي اللي فضل غايب 45 دقيقه بلمحه من المهاره الابداعيه جاب هدف ولا ارض، ده بسبب ايه؟ ان اللعيب نفسه عالي. نفس الامر طبيعي على منتخب مصر، اللعيبه عاليه، احنا جبنا جون في الشوط الثاني، هل هو من يعني من هجمه منظمه او من تفجير او من حاجه مرتب عليها؟ لا طبعا، دي كوره عشوائيه جدا، ونين يستخدم فيها مهارته ولياقته انه يلحق الكوره ويمشي يكملها، لكن لياقيا لا طبعا. وهديك سبب ثاني، احنا بس الظروف بتاع الكورونا خلت اللعيبه مستريحه اربع شهور، احنا بنلعب كوره من تقريبا من اول 8، فبالتالي المفروض احنا حياتنا اختلفت، فبالتالي الوقت الحالي هو قمه العطاء البدني للعيبه، ان احنا اصلا دلوقتي المفروض في وسط الموسم بتاعنا. طيب انا عايزه برضو اسالك عن تقييمك للتحكيم امبارح، وبرضو اذا كان غياب الفار في المرحله دي من المنافسات اثر ولا لا، او هيأثر كمان بعد كده. نعم، هو طبعا غياب الفار منطقي جدا، ان احنا بنتكلم عن مباريات تصفيات في افريقيا، فاستحاله الكاف يقدر يجبر ال 52 دوله اللي بيشاركوا في التصفيات ان كلهم عندهم الامكانيات بيطبقوا بيها تقنيه الفار، مستحيل حتى تلاقي اكتر من 10 دول اللي عندهم التقنيه دي، وبالتالي من باب العدل ما اقدرش عشان في 10 دول عندهم الامكانيات اخلي هم بس اللي عندهم تقنيه الفار والباقي لا، ما ينفعش، فالعدل بيقول ما فيش فار على الجميع. طيب الحكم اللي حكم امبارح حكم ضعيف للغايه، طبعا منتخب مصر له ركلتين جزاء واضحين 100% طبعا، بس تاني ما اقدرش اقول ان الخطا الحكم ظلمني. ليه؟ لان انا اصلا رحت المرمى كام مره؟ ده سؤال مهم يعني قبل ما اتكلم برضو على التحكيم، ومش عايزين نقعد نتكلم عشان معاك ان الفريق القوي جدا ما بيتكلمش على التحكيم انك بتوصل مرمى كتير. وهدي مثلا بسيط جدا، في سنه 2005 النادي الاهلي كان بيلاعب اعتقد انيمبا في ابوجا في نيجيريا، الماتش ده يا ساره كان الحكم كيلي شون كان من موريشيوس، تمام؟ كان ماتش دور المجموعات، عايز اقول لك 90 دقيقه 90 دقيقه كيم لي شونج ما طبقش قانون التسلل في الماتش، ما طبقوش،
اي كوره كان بيروح انيمبا بيها على مرمى الحضري ساعتها كان بيمشي الكوره، مفيش اوفسايد. وبالتالي النادي الاهلي كان قوي جدا ساعتها، النادي الاهلي كان فرقه مرعبه. كسب 1-0. ماني جوزيه بعد المباراه عمره ما اتحجج بالحكم، ماني جوزيه اتغلب بالنجم الساحلي هنا في مصر تمام فضيحه تحكيميه وما اتحججش. فاحنا عيب ان احنا نتكلم عشان معاك الحكم. طيب خليني، هي طبعا مش شماعه التحكيم، ولكن يعني في غضب من التحكيم في مباراه امبارح، في تخوف من المباريات اللي بعد كده، ولكن خلاص اللي حصل امبارح حصل، لازم اروح معاك للمباراه اللي جايه اللي هي بعد بكره. شايف ايه شكلها هيبقى ازاي؟ هل تتوقع ان حسام البدري، ايه التغييرات اللي انت بتتوقع ان هو ممكن يعملها في تشكيله المنتخب؟ طبعا اكيد التغيير الاول المنطقي بعد غياب عمرو السوليه لايقاف لمنظرين، اكيد طارق حامد هيخش كاساسي جنب محمد النني. المشكله الثانيه طبعا عند المنتخب هي غياب محمد هاني بسبب اصابه، واكيد طبعا هيبقى التفكير ربما في احمد توفيق، هو متوظف طبعا في المركز ده، لعبه مع بيراميدز ومع نادي الزمالك، لكن مش هو اصلا مش باك يمين، او اللجوء للحل الثاني اللي هو في وجهه نظري ربما يكون الاكثر فعاليه شويه، انك تلعب محمود الونش هو الباك يمين وتدخل محمود علاء مساك جنب حجازي، بس كلها برده هتبقى يعني ايه بنقيف الامور بسبب الغلطه الاداريه اللي وقع فيها المنتخب المصري والكابتن حسام البدري بعدم استدعاء احمد فتحي لقائمه المنتخب. كريم سريعا بس عايزه اعرف منك وفقا لمصادرك، اخر تطورات الحاله الصحيه للاعبنا المصري محمد صلاح. هو طبعا محمد صلاح حاليا في العزل الصحي في مدينه الجونه، واعتقد هيمكث هناك لمده 14 يوم، هي المده اللي اقرتها وزارة الصحة المصرية. إن شاء الله بإذن الله بإذن الله ما يحتاجش 14 يوم، شفنا لعيبة كتيرة بيجيلهم كورونا وبعد 3-4 أيام بيعملوا مسحة تانية وبتطلع سلبية، فبإذن الله محمد صلاح خلال أيام قليلة بإذن الله يعمل مسحة تانية وتطلع نيجاتيف، تطلع سلبية بإذن الله. بشكرك جدا كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كورة، بشكرك كنت معانا في برنامج السادسة.